السلام عليكم. فيديو النهاردة ان شاء الله عن اغرب اللحظات والمواقف اللي التقطتها كاميرات المراقبة. ونبدأ الفيديو مع صاحبنا ده اللي الكلب بتاعه سابه ودخل على النجيلة بتاعة البيت، ولما رجع جرى بسرعة وصاحبه معرفش يتحكم بيه. والعامل ده هو شغال في الكافيه خد الصينية وراح يشتغل عليها كوبايات، لكن كوباية وقعت منه غصب عنه فقال خربانة خربانة ورمى الصينية كلها. وده بقى لما تخلص شغل وتطلع تجري على البيت. وده المعنى الحقيقي لما يكون وراك مشوار ومستعجل بس حد باصص لك فيه، ودي بتكون النتيجة. وده لما تكون ماشي مبسوط ومزاجك حلو فالدنيا تقول لك خد علشان انت لسه ما خدتش. اخد غطس في اقل من 5 ثواني، والست دي وهي بتقفل باب العربية اتفت على ظهرها، والقطة دي دخلت في خرطوم الهوا بالغلط ونزلت في قلب المية، والقطة التانية شافتها قطعت الخلع فقالت يا فكيك. والراجل ده مبسوط اوي وعمال يطبل ويغني فقال يشعل الأجواء شوية ويطلع فوق، لكنه ملحقش وسقط في قلب البرميل. وبالرغم من كده كمل برضه ولكن أي حاجة حصلت. وصاحبنا ده اصطاد حاجة كبيرة ومكانش عارف يشدها لوحده، وطلب المساعدة من واحد كان معدي بالصدفة. وبالرغم من كده الوزن كان تقيل عليهم هما الاتنين، فالتاني راح يشوف أي حد كمان معاهم. فضل الراجل يعافر لحد ما نزل في قلب المية واستحمى، بالرغم إنها مش سنارته ولا هو اللي بيصطاد، ده صاحب السنارة معملش كده لنفسه. والحرامي ده استغل انشغال الست وهي بتفول العربية بتاعتها، فراح فتح الباب في كل هدوء وسرق الشنطة بتاعتها وحاول ان هو يهرب. وفي حد شافه طلع يجري وراه لحد ما لبس في الحيطة، الظاهر ان هو لسه جديد في مجال السرقة، لكنها رجعت وقالت للست ان الراجل ده سرق الشنطة بتاعتها ومسكت مكانها المسدس وراحت تجيب حقها. وصاحبنا ده ملحقش يتهنى واتكافئ على وشه بدري بدري. والبنت دي وهي بتلم الغسيل لاحظت ان في حاجه واقعه على الشجره، حالت ان هي تجيبها فبتمد ايديها راحت محصلها ونازله معاها. كويس انها ساكنه في الدور الاول. والبنت دي وتتمشى مع الكلب بتاعها كانت عايزه تخش المول فربطته في اليافطه عم تخش وتطلع له تاني، لكن الكلب شكله زهق من الوقفة ولما قس حس عمال البنت تطلعلي. ولما طلعت البنت اتفاجأت وطلعت تجري وراها لحد ما نفسها اتقطع. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.